أعلنت الولايات المتحدة أنها سترفض منح تأشيرات للمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين ينفذون هجمات ضد الفلسطينيين. وأفاد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستمنع دخول أي شخص تورط في تقويض السلم والأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية أو يتخذ خطوات تفيد بشكل غير مبرر وصول المدنيين إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية. In my fourth visit to Israel since October 7th.